بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله، بارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها المستمع محمود الجهني. الأخ محمود يسأل ويقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله من الأجر قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. السؤال: صليت على أكثر من جنازة في آن واحد، فهل الأجر يتعدد بعدد الجنائز أو يحتسب كجنازة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على جنازة المسلم وتشييعه وحضور دفنه، وأن من فعل ذلك فله قيراطان من الأجر، أما من اقتصر على الصلاة عليه فله قيراط. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال: مثل الجبل العظيم، وفي حديث آخر: مثل جبل أحد. فهذا أجر عظيم يدل على فضل الصلاة على جنازة المسلم وتشييعه وحضور دفنه، لأن في ذلك هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. وكل ما تعددت الصلاة على الجنائز حصل الأجر الكثير إن شاء الله، بظاهر الحديث أنه كل جنازة لها أجر مستقل، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. فإذا صلى على جنازة فله هذا الأجر، وإذا صلى على جنازتين فله أجر صلاة على جنازتين، وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أسئلة الملائكة للميت في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة لا تتعدى 3 دقائق أو أقل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دفن الميت انتظروا عنده بعد الدفن مقدار ما تنحر الجذور. هل هناك أسئلة أخرى سوى المذكورة تتطلب هذا الوقت؟ وما الفائدة من بقاء الناس عند القبر بعد دفنه تلك المدة؟ جزاكم الله خيرا. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم اجلسوا عنده حتى تنحر الجزور بمقدار نحر الجزور تقسيم لحمها، وإنما هذا من كلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هو الذي قال هذا رضي الله عنه. أما الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول: فإنه يقف على قبره صلى الله عليه وسلم هو والحاضر، ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما ذهب إليه الصحابي عمرو بن العاص، هل له أثر شيخ صالح؟ هل له مستند أو اجتهاد منه رضي الله عنه؟ يظهر والله أعلم أنه اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. وحينئذ لا يشرع هذا؟ لا مانع من ذلك، إذا جلسوا ويدعون له ويستغفرون له وأطالوا الوقوف فلا مانع من ذلك. الحمد لله. وإن اقتصروا على زمن قليل واستغفروا له وانصرفوا فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. كون هذا المستمع يحسب أن السؤال لا يتجاوز 3 دقائق أو أقل، لا أدري لعل لكم شيء توجيه شيخ صالح. هذا تقدير منه هو، لا دليل عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا، هل نخضع الأحاديث بعقولنا اليوم شيخ صالح؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إخضاع الأدلة من الكتاب والسنة بعقولنا وتقاديرنا، بل علينا التسليم لأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله معصوم. أما عقولنا فإنها قاصرة ولا تحكم على النصوص، بل النصوص هي التي تحكم على العقول. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حج الإنسان أو اعتمر عن أحد أقربائه من الأموات، فهل يكتب له هو الآخر أجر مع الميت، أما الأجر يكون للميت فقط؟ جزاكم الله خيرا. أجر المناسك يكون لمن نوي له، ولكن للنائب أجر في حضوره في المشاعر ودعائه فيها، وما زاد عن المناسك من العبادات يكون أجره له، صلاته في مكة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، أيضا نفعه لأخيه الميت وإبراء ذمة الميت إذا كان هذا الحج واجبا عليه، فإنه يؤجر على ذلك أيضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات تقول المرسلة راي، يا راي من الرياض، تقول أنا فتاة قد من الله علي بالهداية منذ سنوات وأخذت ألتزم بالنوافل وصيام التطوع، ولكن والدتي لا ترضى أن أصوم كل اثنين وخميس، وتغضب مني إن فعلت ذلك وتقول لي إني مريضة والصيام يسبب لي التعب، ولقد سمعت أن المتزوجة لا يجوز لها أن تصوم التطوع إلا بإذن زوجها، فهل يجب علي أنا أيضا أخذ الإذن من والدي عندما أصوم؟ وإذا صمت بدون رضائهما هل علي إثم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الصيام يخل ببر والديك والقيام بخدمتهما فلا شك أن ترك الصيام والقيام بخدمة الوالدين وبر الوالدين أنه ألزم. أما إذا كان الصيام لا يؤثر على برك بوالديك والقيام بحاجتهما فلا مانع أن تصومي، ولكن عليك بتطيب خواطرهما وبيان أنك تريدين الأجر وأن هذا لا يؤثر عليك ولا يضر بصحتك، لأنهما قد يتوهمان أن هذا فيه ضرر عليك، فبيني لهما أنه لا ضرر عليك في ذلك وأنك قوية ولا يؤثر عليك الصيام وتريدين الأجر والثواب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول سمعت فتوى بأن الحائضة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وأن لا تلمسه، وأنا عندما أكون على ذلكم الحال أتحير عندما أقرأ أدعية الصباح والمساء، هل أقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين وقل هو الله أحد أم لا أقرأها وأنا على ذلكم الحال؟ وكذلك عندما أستذكر دروسي من كتاب التوحيد والحديث والفقه يجب علي حفظ بعض الآيات، هل يحرم أيضا علي ذلك وأنا على ما ذكرت من حال، أم توجهونني إلى أمر آخر؟ جزاكم الله خيرا. أما مس المصحف للحائض ومن عليه حدث أكبر فإنه ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله. أما قراءة القرآن عن ظهر قلب ومن غير مس من المصحف فهذا مضى خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها إذا احتاجت إلى قراءته بأن خشيت أن تنساه، أو كانت في أيام امتحان وتحتاج إلى قراءته من أجل الامتحان، فهذه ضرورة يباح لها أن تقرأ القرآن فيها بالضرورة. وأما الأذكار فإنها تأتي بالأذكار من تسبيح والتهليل والتكبير والتعوذات، ولو كانت مما يوافق لفظ القرآن إذا لم تقصد بذلك التلاوة وإنما قصدت بذلك الذكر. الأدعية التي توافق ألفاظ القرآن إذا قرأتها الحائض أو من عليه حدث أكبر بنية الذكر أو الورد لا بنية التلاوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. علمت من السنة أن الوضوء يستحسن ويستحب لكل من أراد النوم، هل يلزم ذلك المرأة إذا كانت معذورة شرعا، وهل من السنة لها ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الوضوء عند النوم ليس بواجب إنما هو مستحب، استحب أن ينام الإنسان على طهارة وأن ينام على جنبه الأيمن وأن يأتي بالأذكار الواردة عند النوم، كل هذه أمور مستحبة
وفيها حفظ للإنسان من كيد الشيطان وأذاه للنائم. والحائض أو من عليه حدث أكبر الجنب يستحب له أن يتوضأ، الأكمل أن يغتسل وأن ينام بعد الاغتسال، وإن لم يغتسل فعلى الأقل يتوضأ لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر. أما الحائض فلا أعلم دليلا على أنها تتوضأ من أجل النوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أرجو أن تبينوا لي كيفية الاغتسال من الحيض. إذ تقول أمي إنه لا يجوز أن أقص أظافري أو شعري وأنا حائض، وإن فعلت ذلك يجب أن أحتفظ بها إلى حين الاغتسال حتى أغسلها معي، فهل ذلك وارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا القول ليس بصحيح ولا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام العوام أو بعض العوام ولا أصل له. ويجوز للحائض أن تقص أظفارها وقت الحيض ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. وأما صفة الاغتسال من الحيض فإنها أولا تستنجي وتنقي المخرج من النجاسة ومن الحيض، ثم تغسل رأسها وتبلغه بالماء، ثم تفيض الماء على جسمها 3 مرات، هذا هو الأكمل. وإن أفاضت الماء على جسمها مرة واحدة فهذا كافي، ولكن 3 مرات أفضل. وتبدأ بالميامن، جنبها الأيمن ثم جنبها الأيسر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أشكو دائما لوالدتي الأحلام المزعجة مع أنني أقرأ الأدعية قبل النوم، وتعلل والدتي بذلك أني أنام لوحدي في الغرفة والظلام شديد ولا أشعل نورا خفيفا يضيء علي، وتقول إن النوم في الظلام مكروه وهو سبب الأحلام المزعجة، وتقول لي اجعلي تفسير منامك على أبي بكر الصديق. هل صحيح أن أبا بكر كان يفسر الأحلام؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم أن أبا بكر الصديق كان يفسر الأحلام. وأما النوم في الظلام فهذا يختلف اختلاف الناس، من كان يستوحش من الظلام فهو لا بأس أن يجعل شيئا من النور ولو خفيفا يؤنسه، وأما من لا يستوحش من الظلام فلا بأس أن ينام، بل قد يكون هذا أحسن لنومه. الناس يختلفون في هذا، ولا علاقة لهذا بالوساوس، كونه ينام في ظلام أو في نور لا علاقة له بالوساوس، الوساوس من الشيطان. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يطرد الشيطان عن النائم وهو قراءة آية الكرسي عند النوم، قد قال صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولكن الشان في قراءتها بحضور قلب وإيمان واحتساب، أما من يقرأها وهو غافل وغير حاضر القلب فإنها لا تنفعه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن شيخ صالح كأنه يقول إن عدم استفادتها من الأذكار قبل النوم ناتج عن الغفلة حين القراءة. قد يكون هذا والله أعلم. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون الإنسان حاضر القلب عند قراءة الآيات والأحاديث وإذا أذنت لي وفي العبادات كلها شيخ صالح؟ نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية العبادة، ويكون استعاذته بحضور قلب مع الله سبحانه وتعالى. من استعاذ بالله أعاذه الله سبحانه وتعالى، فإنه يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. وكذلك استعمل الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالاستفتاح في أول الصلاة وقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستعاذة وقبل قراءة الفاتحة. ومما يحضر القلب أيضا يساعد على حضور القلب تدبر القرآن حينما يقرأه أو يسمعه من القارئ في الصلاة أو غيرها، تدبر القرآن والإقبال على استماعه يسبب حضور القلب. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان الإنصات والاستماع والإصغاء من رحمة الله عز وجل أن يطرد عنه وساوس الشيطان وأن يحضر قلبه في عبادته.
وأيضا من أسباب حضور القلب أن لا يدخل الإنسان في العبادة وهو مشوش القلب بأشياء أخرى، كأن يكون بحضرة طعام يشتهيه، أو يكون حاقنا للبول، أو حضره الغائط ودافع الأخبثين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان عن البول والغائط، أو يكون في مكان لا يستطيع الاستمرار فيه، يعني يكون شديد البرد أو شديد الحر أو غير ذلك من المؤثرات. فإذا تجنب الإنسان هذه الأشياء التي تشوش عليه فكرة، فإنه حري أن يقبل قلبه على الصلاة، وأن يستحضر عظمة الله عز وجل، وأنه واقف بين يدي ربه عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من إخواننا المسلمين الهنود بعث برسالة وكتبها على طريقته الخاصة، سأحاول أن أقرأ الرسالة بطريقة صحيحة. المستمع هو إسماعيل فاجاها نجات، مقيم في الدمام. أحد أسئلتي: هل يشترط لخطبة الجمعة اللغة العربية؟ نعم، هذا هو الأصل، أن تخطب باللغة العربية، ولا بأس أن تترجم اللغة بلغة أخرى للحاضرين الذين لا يفهمون اللغة العربية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من الجاليات يحضرون المساجد ويستمعون إلى الخطب، ولكنهم لا يفهمون منها شيئا لأنها لا تتحدث أو لا تترجم إلى لغاتهم. لعل الشيخ صالح كلمة أو توجيه. الخطبة يجب أن تلقى باللغة العربية. طيب. وأن تترجم بعد الصلاة. بعد الصلاة. بعد الصلاة تترجم للحاضرين من إخواننا الذين لا يحسنون اللغة العربية. اللهم استعان. نعم. اللهم استعان. إذا يدعو الشيخ صالح إلى ترجمة الخطبة بعد الصلاة في مساجدنا لتفهمها الجالية التي تحضر خطبة الجمعة أو الأعياد. إذا كانوا كثيرين في المسجد فتترجم لهم، لكن بعد الصلاة. لكن بعد الصلاة. نعم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. أيضا إذا ذهب العرب إلى بلدان لا تنطق العربية وكانت الخطبة بغير العربية، هل تدعون إلى ترجمة الخطبة إلى اللغة العربية من أجل الحاضرين شيخ صالح؟ نعم، إذا احتاجوا إلى ذلك ترجم لهم بعد الصلاة، الأمر واسع بعد الصلاة. نعم، الأمر في هذا واسع، إنما الكلام في ترجمتها الفورية. والإمام يخطب، هذا هو محل الإشكال. أما بعد الصلاة، نعم، أو ترجمت ووزعت في أشرطة أو والناس حاضرون يستمعون، فلا بأس بذلك. جزاكم الله خير. هذا من إبلاغ الدعوة ومن نفع الناس. الله المستعان. وينبغي للمسلمين أن يهتموا باللغة العربية، وأن لا يبقوا على لغتهم التي هي غير لغة دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. عليهم أن يهتموا بتعلم اللغة العربية التي أنزل الله بها القرآن وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على من يتعلموا، هذا ميسور ولله الحمد، لكن يحتاج إلى اهتمام من المسلمين، وأن لا يبقوا على عجبتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في هذا الزمان هل يجوز للنساء أن يذهبن إلى المساجد؟ لا بأس إذا وجدت الضوابط الشرعية، فهذا في كل زمان، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني غير متجملات ولا متطيبات وغير فاتنات، وإنما يخرجن كما يخرج نساء الصحابة رضي الله عنهن، لما نزل الحجاب خرجن وعلى رؤوسهن الحجاب كأنهن الغربان، عملا بما أمر الله تعالى به ومبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل، وكانوا وصلنا متلفعات ببروطهن تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: مدنين من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، مدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فإذا التزمت المرأة المسلمة بآداب الإسلام حين خروجها إلى المسجد، تركت الطيب وتركت الزينة وتسترت باللباس الصافي الساتر، وتجنبت مواطن الرجال والاختلاط بهم، فلا حرج عليها في ذلك، وإن كان صلاتها في بيتها أفضل. مع هذا كله صلاتها في بيتها أفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم عبارته في هذا الزمان أليس لها إيحاء معين شيخ صالح؟ كأنه يقول إن النساء في هذا الزمان تعلمنا وتثقفنا ويعني تمرن على الخروج، هذا غلط. الشريعة شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، ويجب الأخذ بتوجيهات الشريعة وآدابها في كل زمان ومكان. ربما يكون هذا الزمان أكثر للحيطة، ولأن التساهل كثر فيه وكثر الفساد، فهذا الزمان يجب أن يكون الاحتياط فيه أكثر من ذي قبل، لأن الزمان السابق كان زمان صلاح وتقى، أما هذا الزمان فقد كثر فيه الشر، فيجب التحفظ فيه أكثر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الشيخ صالح. لا ترون أنه يقصد معنى آخر بأن هذا الزمان فسد والتحفظ على المرأة يجب أن يكون أكثر؟ نعم، الذي نؤمله فيها يقصد المعنى الثاني الذي أشرنا إليه أخيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى نبدأ الصوم؟ هل نبدأه بعد رؤية الهلال أم بحساب العلماء؟ الصوم يتعلق بالهلال. طيب. لا بالحساب. بالرؤية. بالهلال، رؤية الهلال. طيب. لا بالحساب الفلكي. قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فأمر بالصيام بإحدى علامتين: علامة الأولى رؤية الهلال، أن يراه ولو واحد من المسلمين. العلامة الثانية: إكمال شعبان 30 يوما. وكذلك في نهاية الشهر يثبت العيد برؤية الهلال أو بإكمال رمضان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. وأما الحساب فلا دخل له في الأحكام الشرعية في هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق صيامنا بالرؤية ولم يعلقها بالحساب. نعم. يسأل أيضا شيخ صالح: كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ ليس لها عدد معين، والعلماء مختلفون حسب اجتهاداتهم، فمنهم من يرى أنها 13 أو 11، ومنهم من يرى أنها 23 كما صلىها أبي بن كعب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أنها 36 إلى غير ذلك من الأقوال، والأمر في هذا واسع. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر يختلف باختلاف نوعية الصلاة، فمن كان يطيل القراءة والركوع والسجود فإنه يقلل من عدد الركعات لأن هذا أرفق بالناس، ومن كان يخفف القراءة والركوع والسجود فإنه يكثر من عدد الركعات. نعم. جزاكم الله خيرا. هل جائز زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين؟ زيارتهم إذا كان لغرض السلام عليهم والدعاء لهم والتذكر بأحوال الموتى فلا بأس بذلك، هذا مستحب، هذه زيارة مستحبة ومشروعة. وأما إن كان القصد من زيارتهم التبرك بتربتهم والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم والنذور لهم، هذه زيارة شركية لا تجوز، ومن فعلها فإنه يكون مشركا والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخانا إسماعيل فجاه نجاة هندي مقيم في الدمام، هذه هي أسئلتك عرضناها جميعا، ونحن نرحب برسائلك دائما إلى هذا البرنامج، فأهلا بك وبإخوانك المسلمين. شيخ صالح، شكر الله لكم إجابتكم لدعوة المسلمين و لرسائلهم إلى هذا البرنامج. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.